في خلاف بين وزير الإعلام اللي كان موجود أيامها ومع نقيب الصحفيين، هو عايز يضم دي على دي عشان يسيطر على النقابة، والصحفيين كانوا رافضين ومات الموضوع بعد كده. هو كان رؤيته ما يعملش نقابة عشان ما يبقاش في حاجة بتقاومنا وحاجة يعني فكرة النظام الصرف دي، إنما هي دلوقتي بقت التزام وأصبحت حقيقة واقعة، وأتمنى اليوم التوفيق بقى فيما تشكلوا اللجنة المؤسسة اللي هي التأسيسية دي. دي لجنة مؤقتة مدتها 6 شهور، بعدها يبتدي النقابة تسير في مسارها الطبيعي إن شاء الله. البرلمان ده بيشتغل في ظروف غير مسبوقة، فخلينا نقول اللي واللي عليه. أنا عارف إن صورة المجلس في الشارع مش جيدة، بس ده ليه أسباب. خلاص، أولا المجلس مش قادر يعبر قدام الشارع التعبير الدقيق عما ينتجه. تاني حاجة إنه بيواجه باتهامات كثيرة جدا هو ما بيعرفش يرد عليها في حاجات كتير جدا. هذا المجلس هو الأول من نوعه اللي يقدر يعمل اللي الأرقام اللي هقولك عليها. أنت تعرف إن هذا المجلس خلال الفترة من يوم تأسيسه لحد النهاردة اللي هي سنة وشهرين اهي أصدر 114 قانون؟ ما حدش يعرف الحكاية دي، مش كده؟ بخلاف ال 342 قانون اللي هم توافق عليهم في أول أسبوعين اللي هم اللي صدروا في المرحلة الانتقالية. حد يعرف الكلام ده؟ طيب، ال 114 قانون دول صدروا اعتبارا من مايو اللي فات بعد إقرار اللائحة، وخصما من الفترة دي الشهر اللي خدناه أجازة خلاص لحد دلوقتي اللي هو احنا بنتكلم في مارس، آخر مارس، يعني بنتكلم في حوالي 10 أشهر، مش كده؟ في 10 أشهر طلعت 114 قانون. عايز أقولك إن في برلمانات سابقة قعدت 5 سنين ما طلعتش 60 قانون على بعض. خلاص، في إنجازات كتيرة جدا تحققت. جزء من هذه القوانين هو إنجاز في حد ذاته، يعني لو البرلمان قعد لوحده ما أصدرش قانون بناء الكنائس فده إنجاز، قعدنا 150 سنة مستنينه. حصل؟ ما حصلش قبل كده. طيب، الجزء الثاني إنه جزء مثلا زي قانون سلامة الغذاء، ده مطلب بقاله سنوات طويلة جدا وما حصلش، البرلمان ده عمله. خلاص، إذن البرلمان كمنتج هو بينتج قوانين جيدة، في بعضها الناس مش راضية عنها، زي قانون مثلا القيمة المضافة. واوعى تفتكر ان قانون القيمة المضافة ده حلو بالنسبة لنا ولا حلو ان البرلمان يوافق عليه، انما هو كان مطلب حكومي لسد العجز عن الموازنة اللي انا شايف ان الحكومة اخطأت بعد كده بقرار التعويم غير المدروس او الناقص، لانه ناقص، ان هي تعمل قرار تعويم. التعويم يعني انا ابيع واشتري زي ما انا عايز، خلاص، انما حضرتك بتروح البنك تبيعي انما تعرفيش تشتري، وبالتالي كانك عامله سوق سودا اكبر. فالنتيجه ايه؟ انك طلعت الدولار من 8 جنيه ل 18 و19 والارقام اللي بنسمعها دي، مش كده؟ والسوق السوداء ما ماتتش، ده انت خلقت سوق سوداء، وبالتالي ده التهم الجزء اللي اتسد بالقيمه المضافه. فحضرتك محتاجه ان سياسه الحكومه تكون ماسكه في بعضها اكتر ويكون الرؤيه فيها افضل شويه. احساس الناس ان احنا وافقنا على مثل هذه القوانين اللي تؤدت لهذا الغلاء الفاحش ده هو اللي مشوه صوره البرلمان بشكل كبير جدا.